طيب رح نطلع اليوم على bilinear transformation. هلا احنا انا لو بعرف ارجع بسهوله من ال z transform من ال z transfer function pulse transfer function لل s transfer function مباشره بعمل الراوت مش هيك؟ بس هذا مش سهل. لكن في عندنا حل. في عندي transformation بتحول من ال z plane لشيء اسمه ال w plane. ال w plane هذا هو مش ال s plane لكنه بيشبه ال s plane بشغله. إذا طبقت عليه الراف تنطبق على الاس بلين. يعني شوفوا نشرح عندي أنا بدي أحول من الاس بلين. أنا بتمنى لو إنه سهل عندي أحول من الزد بلين للاس بلين مباشرة. لأني لو بقدر أحول الترانسفير فانكشن مباشرة وشو بعمل؟ بعمل الراف كرايتيريا على الاس بلين وبتعرف تعملوه. هذا التحويل مش سهل بس في ترانسفورميشن بتحول لي من الزد بلين لإيش اسمه الدبليو بلين. هيك إحنا سميناها دبليو بلين. ال W plane إذا حولت ال function من ال Z plane لل W plane ال function اللي في ال W plane تشبه ال S plane بشغلة اللي هي stability under Routh criteria. تضلها نفس فكرة ال stability. يعني إذا هلا ال function اللي طلعت معي بدبل ودلالة دبل لو عملت عليها Routh وطلع السيستم stable أو unstable بكون هذا صحيح لل Z plane وال S plane functions equivalent functions. بس هي ما بتشبه هاي ما بتشبه ال S transfer function. نعم تمام. شو الراوت كرايتيريا هي قاعده بيقدر يكون ايش هي قاعده؟ يعني ليش ما عملها على الزد دايركت؟ ما بطل ما بظبط. في شيء اسمه الجوريز تيست رح نطلع عليه المره الجايه بس ما بتنطبق نفسها على الزد. بالفعل بدور على الروتس صح؟ بالاهم شو بدور على الروتس؟ انت لاحظ لما عملت الراوت انت طلعت الروتس ما طلعت الروتس مظبوط؟ انت لو انك بتقدر تطلع الروتس تبعت الزد بسهوله ما بتحتاج كله هذا، بترجع على الطريقه الاولى تبعتنا اسهل طريقه واللي هي بصراحه انا رح اقول لك كمان 10 سنين 20 سنه رح نبطل نسال بالاشياء هاي. ليش نسال فيها؟ من عندي صار بقدر ادخل واحلل اي بولينوميال بدي بالماتلاب. ادخل هلا على الماتلاب اعطيه اي بولينوميال. كيف تعطيه البولينوميال؟ عن طريق ماتريكس مضبوط او اري. بتقول له المعامل تبع زد تو ذا ان والمعامل تبع زد ان تو ماينس 1 وان ماينس 2 لحد زد تو ذا 0 مضبوط؟ سواء زد او اس انت هذا اللي بتحكيه. انا اي بولينوميال الان بقدر احلله بالماتلاب وبعطيني الروتس كلهم كومبلكس ولا ريل بعطيني اياهم وبتفحصهم. بالزد بتفحصهم منهم اكبر من واحد ولا اصغر من واحد وبالاس بتفحصهم منهم بوزيتيف او نيجاتيف وانتهى خلص. لكن هاي الطرق كلها تطورت قبل ما تصير الكمبيوترات شائعه اللي هي الراوث وال حتى يعني حتى الروت لوكس الى حد ما والبارشل فراكشن اكسبانشن كل الاشياء هاي انا بطلت احتاجها فعليا. بس احنا عمالنا بنطلع عليها لازم ندرسها حتى نفهم الفكره تبعتها. فهون هم طلعوا بتريك قال انا مش سهل اني احول من الزد البلس راس الفانكشن اطلع الاس. لو اني بقدر شو بعمل؟ بعمل الراف على الاس بلين وخلص انتهى. لكن في عندي شيء بيشبه الاس بلين من ناحيه بس من ناحيه الستابيليتي والراف كرايتيريا بقدر اطبق عليه الستابيليتي اسمه البارامتر هذا دبليو فاريبل. فانا اذا عملت هاي الترانسفورميشن حولت من الزد بلين للدبليو بلين وفي ترانسفورميشن رح افرجيكم اياها شو هي اللي بيطلع معي هون البولينوميال او البلس فانكشن اذا اخذت الدينومينيتر تبعه وطبقت عليه الراف كرايتيريا النتيجه الاستابيليتي اور اذر وايز صحيحه. هلا هاي الترانسفورميشن بتقول انه زد بتساوي 1 بلس دبليو 1 ماينس دبليو. يعني بروح على الترانسفير فانكشن اللي فيها زد بعوض محلها 1 بلس دبليو 1 ماينس دبليو راح يطلع معي بولينوميال جديد مظبوط مقامه بسط. اللي في المقام راح يكون دلاله مين او البسط والمقام راح يكون دلاله مين؟ دبليو. هلا بعامل دبليو زي ما بعامل اس وبطبق الراوث كرايتيريا. خلينا ناخذ مثال. المثال راح اخذه من هون من الكتاب. اللي هو 8.6 اللي هو زد سكوير ماينس زد بلس 0.7. هذا الكاركترستيك بولينوميال والكاركترستيك ايكويشن راح تصير عندي بهذا الشكل هون. هلا بدي احول محل زد بدي احط محلها 1 بلس دبليو 1 ماينس دبليو. ليش راح يصير عندي؟ راح يصير 1 بلس دبليو 1 ماينس دبليو سكوير ماينس 1 بلس دبليو 1 ماينس دبليو بلس 0.7. هلا عندي راح اكمل من هون راح اربع هاي بتصير عندي 1 بلس دبليو تربيع 1 ماينس دبليو تربيع ماينس 1 ماينس دبليو 1 بلس دبليو 1 ماينس دبليو بلس
7 هلا رح اضرب البسط المقام في 1 ماينس دبليو تربيع بصير عندي 1 ماينس دبليو تربيع 1 بلس دبليو تربيع ماينس 1 بلس دبليو رح اضربه في 1 ماينس دبليو وبعدين عندي هون رح اضرب في 0.7 1 ماينس دبليو تربيع طيب سوي واحدة صح في شي غلط ايش الغلط؟ هاي هو الواحدة صح؟ اه يعني هيك مضبوط 1 بلس دبليو تربيع ماينس 1 بلس دبليو 1 ماينس دبليو بعدين 0.7 1 ماينس دبليو تربيع بسط هاي بصير عندي 1 زائد دبليو زائد دبليو بصير عندي زائد 2 دبليو زائد دبليو تربيع بعدين عندي 1 بلس دبليو ماينس دبليو بعدين بصير عندي ماينس دبليو تربيع بعدين عندي 0.7 في 1 بعدين عندي ماينس دبليو وماينس دبليو رح تعطيني ماينس 2 دبليو في 0.7 بتصير ماينس 1.4 دبليو مضبوط واخر شيء بلس دبليو تربيع في 0.7 مش هيك بلس 0.7 تاكدوا لي في شيء غلط ولا مضبوط؟ مضبوط طيب ناخذ هلا هذا فوق بدنا نجمع اول شيء التيرمز اللي فيها دبليو تربيع عندي 0.7 ناقص 1 هاي بلس مش بتطلع مضبوط فيش شيء ثاني مضبوط صار عندي 0.7 دبليو سكوير بعدين معاملات دبليو عندي هون ماينس 1.4 وعندي هون 2 رح يصير عندي 0.6 اذا تخلصنا من هاي ايش ضل عندي اخر شيء؟ 1 زائد 0.7 بصير 2.7 هذا الكاركترستيك بالكل كلهم يعني هلا اذا بتتذكروا شو كنا نعمل احنا بالاس تتذكروا بالاس كنا نحط اس اس تو ذا 1 اس تو ذا 0 بس انا ما فيش عندي اس ايش عندي؟ فبنحط دبليو سكوير دبليو تو ذا 1 دبليو تو ذا 0 بعدين كيف كنا ناخذ المعاملات نحطهم؟ هون 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 اضل احطهم لا اخلص فعندي هون 0.7 0.6 2.7 وهي بكملها ب 0 هلا مباشره بضرب كيف بكمل بعدين كيف بطلع هذا؟ بضرب هذا في هذا ماينس هذا في هذا مقسوم على هذا 0.6 في 2.7 ماينس 0 بتضلها 0.6 في 2.7 على 0.6 شو بتعطيني؟ 2.7 كيف كنا نفحص انه سيستم ستيبل او انستيبل؟ هل في ساين تشينجز؟ ما فيش ولا ما فيش اول شيء ولا شيء نيجاتيف وما فيش عندي ولا ساين تشينج هاي بوزيتيف وهاي بوزيتيف اذا السيستم يعني احنا استخدمنا هون الدبليو كعامل يساعدني هو ما بيمثل هو مش مساوي للاس هذا اللي طلعته ما راح يكون هو معامل اس ما راح يكون هاي الايكويشن تبعت اس انا ما حولت من الزد دومين للاس دومين انا بس حطيت ترانسفورميشن عوضت حولت من زد بلين لدبليو بلين بس الدبليو بلين بعامله معامله نفس معامله الاس بلين لاغراض ستابيليتي ات بريزيرف بالانجليزي نقول ات بريزيرف ستابيليتي يعني بحافظ على خصيصه الستابيليتي بتضلها ستابيليتي صحيح يعني نفس الستابيليتي اللي كانت في الاس بلين هي في الدبليو بلين لهاي